صغير ورثت الموضوع ان انا احب نادي الزمالك، وما كانتش حاجه بايديا يعني، طلعت بحب النادي. ودايما يعني ابتديت اتعلم الكوره طبعا لما كبرت اكتر، يعني مثلا بعد 15 سنه او حاجه كده ابتديت اركز اكتر واعرف اللعيبه. و يعني من ساعه ما طلعت في مرموز ونادي الزمالك زي شيكابالا. طبعا انا خريج فنون جميله اسكندريه 2017، جرافيكس شعبه رسوم نشر. يعني انا حابب اتكلم اكتر عن علاقه الفن بالرياضه. انا بحس ان هم وجه العمله واحده، يعني زي ما الرياضه بتوصل للقلب على طول، انا مش لازم اكون فاهم اللغه بتاعت اللعيب ده ولا فاهم هو بيقول ايه ولا بيعمل ايه، بس انا بتفرج عليه بفهم هو يعني طريقته عامله ازاي، احتفاله عامل ازاي، زي الرسم بالظبط. انا عندي متابعيني حول العالم كله، انا الحمد لله يعني صدرت شغل لاكثر من 20 دوله، فمش بحتاج ان انا اتعب في ان انا اوصل الفن بتاعي لشخص مش فاهمني. اول رسمه رسمتها كانت لمورجان فريمان اللي هو الفنان الامريكي، دي كانت اول رسمه رسمتها يعني بروفيشنال، دي كانت في 2013. في الرياضه بقى اول رسمه رسمتها في الرياضه يعني انا رسمت رونالدينيو اول واحد، وعمل لي لايك على انستجرام، ورسمت ميسي ورسمت رونالدو، و يعني رسمت رونالدو بطريقه يعني عرضت فيديو وانا برسم رونالدو بطريقه الاحتفال بتاعته، اول حاجه اللي هو بيقولها في اول ما يجيب الجون، دي برده مشهوره قوي. وكمان رسمت من لعيبه الزمالك زيزو، وحصل ان انا ما قدرتش اشوفه وما قدرناش نتقابل معاه، اخويا كان هناك بالصدفه هو والمدام بتاعته، وراحوا اتصوروا معاه واتصوروا مع اللوحه بتاعتي، فدي كانت حاجه فرحتني جدا، ويعني حسيت ان المجهود اللي انا عملته يعني وصل كويس. يعني نفسك ترسم مين من لعيبه الزمالك تاني؟ طبعا يعني الاسطوره شيكابالا اكيد، انا بحبه يعني، وحس ان هو حاجه اساسيه في الزمالك يعني متعلقه بالزمالك، فبرضه شكله وستايله هيبقى شكله حلو قوي، بس هو عشان اترسم كتير فانا يعني عايز اعمل له حاجه سبيشال قوي ان هي تطلع حاجه حلوه. بالنسبه لصوره محمد صلاح فدي سبيشال جدا عندي، يعني عشان اتعرض عليا فيها مبالغ كتيره وفي اماكن مختلفه في كل سنه، ووصلت يعني وصلت خدت سيت كبير وراحت لاخو محمد صلاح، ف يعني كنت على امل ان هو يشوفها، واتمنى ان انتوا تساعدوني ان هو يشوفها. يعني دلوقتي انا اتجهت للرسم الديجيتال، الرسم الرقمي ده يعني بيكون على تابلت او على ايباد، طبعا بمساعده لابتوب، بستخدم برامج زي الفوتوشوب زي الستريتور زي بروكرييت. انا شاركت في وورلد ارت دبي، ده اكبر معرض في الشرق الاوسط، ده كان في سنه 2018. بعت لوحه ليا في مركز التجاره العالمي في دبي، كانت للشيخ زايد، وده على اثاره عمل لي يعني شهره كبيره هناك، وتعرفت مع ناس فنانين مشهورين جدا، فده كانت فرصه كويسه قوي ان انا يعني اقول ان انا وصلت لليفل حلو. يعني مبسوط ان انا اكون معاكم في برنامج نهارك ابيض، انا بحس ان انتوا بتعاملوا بشكل فريندلي اكتر من ان هو حاجه لازم نمشي على مونولوج معين او نتكلم بطريقه معينه، وزي ما انتوا بتعملوا مع اللعيبه يعني انا بكون عايز اعرف اللعيب ده حياته الشخصيه عامله ازاي، بيتصرف ازاي بره الملعب، بيروح فين، بيجي منين، حياته ماشيه ازاي. ده بيكون احلى من ان انا بشوفه في برامج كتير كوره، بس انا بكون عايز اعرف يعني بوينت ذا سين بقى ايه اللي حاصل في حياته الشخصيه. فانا اتمنى تكملوا على كده، وانا مبسوط جدا. Thank you.